اهلا بيكم، انا حسام سمير بتاع ديزاين. ان شاء الله النهارده معانا حلقه جديده هنتكلم فيها عن 5 مواقع مهمين جدا ليك كمصمم جرافيك، هيساعدوك جدا وفي نفس الوقت هيوفروا عليك وقت ومجهود وهيساعدوك اثناء عمليه التصميم. بالتالي دي حلقه النهارده، فمن غير ما نخش في التفاصيل ومن غير ما نتكلم كتير، انزل اخبط اللايك من دلوقتي ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية. وقبل ما نبتدي خلونا نصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما شفت في مقدمة الحلقة ديت، الحلقة دي هنتكلم فيها عن 5 مواقع مهمين ليك كمصمم جرافيك. ولكن قبل ما نبتدي خلوني اعتذر ليك جدا ان انا ما طلعتش خلال اليومين اللي فاتوا، ولكن زي ما انت شايف الجو صعب جدا، مش مساعد على ان الواحد يطلع يقدم محتوى، فبالتالي اعذروني جدا. ويلا نروح لأول موقع معانا. اول موقع معانا في السلسله ديت هو موقع unsplash او unsplash.com. اول موقع عندنا زي ما اتفقنا هو موقع unsplash.com. طبعا كل اللينكات اللي انا هستخدمها النهارده هتلاقيها تحت في وصف الفيديو. مجرد ما بتفتح الموقع دوت بتلاقي ان الواجهه بتاعته بسيطه جدا، زي ما انت شايف مربع زي مربع السيرش بتاع جوجل. تقدر ان انت تبتدي تكتب اي نوع او اي حاجه انت حابب ان انت تبحث عنها، وليكن مثلا انا عايز صور لكلاب، او مثلا عايز ابحث عن وومن بالمنظر ده. بالتالي ببتدي ان انا اختار الصورة اللي على كيفي واجي ادوس عليها كليك كده. بتلاحظ ان هو هنا بيديلك كل التفاصيل الخاصة بالصورة دي، اتحملت كم مرة، عدد الفيو بتاعها، وفي نفس الوقت بيقدر يقول لك الكاميرا المستخدمة. انا ما يهمني في الامر ان انت بعد ما بتبتدي ان انت تشوف الصورة اللي على كيفك او اللي انت حابب ان انت تستخدمها في عملية تحميل او عملية التصميم بتاعتك، بتبتدي ان انت تيجي هنا عند كلمة داونلود فري، بتدوس عليها كليك، بتبتدي تلاحظ ان هو هنا بدأ يعملك عملية تحميل. ولو جينا شفنا الصورة ديت هتلاحظ ان الصورة بتنزل عندك بكواليتي كبير جدا، وفي نفس الوقت حجم الصورة بيكون عظيم. بالتالي مفيش افضل من الموقع ده بحيث ان انت تحمل منه كامل الصور بشكل مجاني وباعلى كواليتي ممكن. وده كان اول موقع معانا. واذا انت ما كنتش بتعرف تبحث بجمل انجليش او الانجليش بتاعك بسيط، تقدر عن طريق ان انت تروح لجوجل تبتدي بقى ان انت تكتب الجمل اللي انت عايزها بالعربي، تاخد التكست كوبي بيست تحطه هنا، وتبتدي بقى ان انت تعمل سيرش عن الحاجة اللي انت حابب ان انت تحمل لها ماتيريال للتصميم بتاعك. وليكن انا هبتدي اعمل لك تجربة بسيطة، بحيث ان انا مثلا هنا هكتب طائرة، وهيبتدي يطلع لك الجملة الترجمة بتاعتها، اخدها كوبي بيست واجي احطها هنا في محرك البحث بتاع الموقع unsplash، وابتدي ان انا ادوس اوكي. فبالتالي لاحظ ابتدى ان هو يجيب لك صور عالية الكواليتي للطائرة. تبتدي بقى ان انت تحمل اي ماتيريال انت عايزه زي ما وريتك. وما دام اتكلمنا عن موقع unsplash.com، يجي تاني واحد في المرتبة ديت او تاني موقع معانا في السلسلة ديت هو موقع pixels.com. هو موقع غني جدا عن التعريف. تاني موقع معانا هو موقع بيكسلز، وهو موقع شبيه لموقع unsplash ونفس الوظيفة، ولكن بيبتدي ان هو كمان يكبر لك الدايرة بتاعتك. بالتالي هو تقدر تحمل من خلاله صور بكواليتي عالي جدا وفي نفس الوقت بشكل مجاني. وليكن انا هبتدي ان انا اعمل تصفح للموقع، او ابتدي ان انا اكتب هنا في المحرك بتاع الموقع ده اي جملة انا عايزها. وليكن هبتدي اكتب كلمة سكاي مثلا، وليكن انا عايز سما او صور فيها سحاب. بالتالي هيبتدي ان هو يعرض عليك الصور المطلوبة، وتبتدي بقى ان انت تعمل عملية سيرش او تشوف الماتيريال اللي حابب ان انت تعمل لها عملية داونلود. وليكن انا مثلا عجباني الصورة دي، ابتدي ان انا اجي هنا عليها ادوس كليك، ابتدي برضو ان هو يديلك اسم الترخيص بتاعها، يقولك ان هو فري تقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما. وهتبتدي هنا تلاقي عندك كلمة free download تدوس عليها، هيبتدي ان هو يعمل لك عملية تحميل زي ما انت شايف. كمان الصور اللي بتنزل من الموقع ده زي ما انت شايف، لو جينا دوسنا تتلس عليها هتلاحظ ان الكواليتي بتاعها عالي جدا، الصورة حجمها كبير، فبالتالي بيدي لك صور بريزوليوشن عالي زي موقع unsplash بالظبط. وهما الاثنين من المواقع التي لا غنى عنها كمصمم جرافيك، ودول اللي بعتمد فيهم بشكل كبير جدا على معظم تصاميمي، لان شاتر ستوك
غالي جدا وبيديلك الصورة بأرقام فلكية، فبالتالي مش هتلاقي أفضل من البديلين المجاني دول أنسبلاش وبيكسلز، بحيث إن أنت تبتدي تحمل من خلالهم. كمان تقدر إن أنت تعمل عملية جوين أو عملية تسجيل في الموقع، بحيث إن أنت هيبقى عندك متاح إن أنت تدوس على القلب ده، بحيث إن أنت تضيف الصور اللي على كيفك فيفوريت ترجع لها مرة تانية، أو في المفضلة بتاعتك في الحساب تقدر ترجع لها تاني مرة تانية في أي وقت. تقدر بقى ان انت تعمل سيرش وتتعرف على الموقع ده بالتفصيل، ولما بتيجي تبحث عن كلمة سكاي بيبتدي ان هو يكتب لك او يجيب لك النتائج بتاعتك بالشكل ده. ولكن لو لاحظت الشريط اللي هو اسفل عملية السيرش بيبتدي كمان ان هو يقترح عليك جمل، بحيث لو انت مش عندك بنك جمل او بنك اللغة عندك ضعيف، بيبتدي ان هو يقول لك في حاجة اسمها بلو سكاي، في حاجة اسمها كلاودس. بالتالي بتبتدي بقى ان انت تختار من الخيارات دي، ليكن انا هنا هقول له عايز سحاب بشكل ليلي، فيبتدي بقى يعرض عليك السماء في الجو الليلي وهكذا. بالتالي ده كان تاني موقع معانا. تالت موقع معانا في السلسلة ديات هو موقع pixabay.com. عايز صور جودتها عالية والكواليتي بتاعها عالي وتكون مجانية، مش هتلاقي افضل من الموقع ده. محتاج فيديوهات معلهاش حقوق ملكية، برضو مش هتلاقي افضل من الموقع ده. فبالتالي نتعرف على الموقع ده عن صورة مقربة اكتر. تالت موقع معانا في السلسلة ديات هو موقع pixabay. زي ما انت شايف الواجهة بتاعته موقع بسيط جدا، كمان عندك محرك السيرش بتاعه هنا، و الموقع ده بقى بيوفر لك عدد من الخيارات اللي ما كانتش متوفرة في الموقعين التانيين. بالتالي بتقدر تبحث هنا عن الصور، تقدر تبحث عن ماتيريال فيكتور، تقدر تبحث عن فيديو ساوند افكت، تأثيرات صوتية او ميوزك، وكل الكلام اللي بيعرضه لك هنا الموقع هو متوفر بشكل مجاني. وليكن انا هنا ابتدي اخش على قسم الفيديوز وابتدي بقى ان انا مثلا اسيرش على اي حاجة، وليكن انا عايز اسيرش عن كار او العربيات، فبالتالي هبتدي بيجيب لك صور فيديوهات عربيات زي ما انت شايف فري داونلود، بتبتدي تدخل تشوف معاينة الفيديو اللي انت عايز تحمله، وليكن انا هستخدم ده في مونتاج هعمله. فبالتالي بتبتدي ان انت تيجي هنا تدوس فري داونلود ويبتدي ان هو يعمل عملية تحميل معاك. كمان هنا بتلاحظ ان هو بيديلك الترخيص بتاعك او طريقة الاستخدام، بيبتدي يقولك ان الفيديو ده مرخص ليك ان انت تستخدمه في اي فيديو بشكل حر او عليه بعض القيود. بتبتدي ان انت تقرا الجملة اللي هنا وتعرف الفيديوز ده. كمان لو انت مش عايز تبحث عن فيديوز وحابب ان انت تبحث عن صور، بتبتدي ان انت تختار ايمج و تبتدي يطلع لك العربيات او صور العربيات، وبنفس الكيفيه تدوس على اي ماتيريال انت حاببها وتيجي تدوس فري. وبالتاكيد زي ما انت شايف او زي ما انت ملاحظ في بعض الصور مفرغه على الموقع ده بشكل بي ان جي، كمان في صور تانيه عاليه الكواليتي بقى تقدر تحملها كخلفيه زي الصور التاليه. وده الموقع بكل بساطه، وبالتاكيد تبتدي ان انت تتعرف عليه بشكل اكبر عن طريق القائمة بتاعته. كمان في قسم خاص بالفيكتور او الماتيريالز اللي تقدر تستخدمها في الفوتوشوب او عملية الموشن جرافيك. لو انت بتعمل عملية حركة عربية زي دي تقدر تنزلها وتعمل عليها بعض المؤثرات الحركية بتاعتك. بالتالي موقع غني جدا وهيفيدك وهيضيف لك كتير. رابع موقع معانا في السلسلة ديات وهو موقع موشن اراي. يعتبر الموقع ده موقع من المواقع الشاملة اللي بتدي لك كل حاجة انت بتتمناها، سواء محتاج صور تلاقي على الموقع دوت، محتاج فيديوهات من غير حقوق ملكية تلاقي على الموقع ده. كمان لو انت مصمم جرافيك مهتم بمجال الموشن جرافيك والحركة هتلاقي ماتيريال، تقدر كمان تلاقي مشاريع جاهزة تقدر تحملها. كل ده بيوفره لك الموقع مجاني. بالتالي يلا بينا نتعرف على الموقع ده بشكل سريع. رابع موقع معانا في السلسلة ديات وهو موشن اراي، وهو من المواقع الفاكهة او المواقع اللي تقدر تدي لك كل حاجة انت بتتمناها تقريبا. محتاج الواجهة بتاعت الموقع بسيطة زي ما انت شايف، لما بتيجي تنزل لتحت شوية بتبتدي تلاحظ ان هو هنا بيعرض عليك الاقسام الرئيسية في الموقع ده اللي من خلالها بتقدر تاخد خدمات الموقع. عندك هنا التمبلت، بحيث لو انت محتاج ان انت تحمل مشاريع تم اعدادها مسبقا وتبتدي ان انت تعدل عليها، سواء المشاريع دي موشن جرافيك او فيها حركة زي كده، سواء انت محتاج فيديوهات انتورو اي ماتيريال، بالتالي تقدر تحمله. تقدر تخش على اي حاجة انت عايزها، تبتدي تشوف هنا الريفيو بتاعها وتعمل هنا داونلود
وبالتأكيد هنا بيدي لك كل التفاصيل عنها. كمان ده القسم الاولاني زي ما انت شايف بقى في اقسام كتير، في قسم خاص بالموشن جرافيك والناس اللي هي بتشتغل في الحركة وتعمل مؤثرات حركية كتير، تقدر تحمل من القسم ده اللي انت عايزه. كمان عندك هنا البلوجنز او الاضافات اللي بتضاف لبرنامج الادوبي فوتوشوب ومجموعة برامج الادوبي، او كمان بيدعم الفاينالي كات والسون فيجاس. بالتالي الموقع غني جدا، تقدر كمان تحمل مؤثرات صوتية بشكل مجاني، فيديوهات بالمنظر التالي. كمان بقى تقدر ان انت تعمل سيرش عن اي حاجة انت عايزها، بحيث ان انت كل ما بتخش قسم من الاقسام، وليكن هنخش قسم الصور، تقدر ان انت تيجي هنا بقى عن كلمة السيرش دي تبحث عن اي جملة انت عايزها، او انك بتاخد من الخيارات اللي على الجنب هنا. وليكن انا هنا ابتدي ابحث عن كات، بحيث ان هو يبتدي يطلع لي انيمالز بالطريقة دي. بالشكل ده تقدر ان انت تخش على اي صورة او اي ماتيريال انت عايزها، بيدي لك كل التفاصيل عنها، ان هي صورة عرضية، بيبتدي يدي لك المقاسات بتاعتها، وزي ما انت شايف الريزوليوشن او دقة العرض بتاعتها عالية جدا. كمان بيبتدي بقى ان هو يعرض عليك عملية التحميل، دوس كليك عليها يبتدي هو يحمل معاك. وده كان الموقع الرابع، تبتدي بقى ان انت تستكشفه بنفس الكيفية، الواجهة بتاعته بسيطة جدا. كمان تقدر تعمل عملية تسجيل في الموقع ده بشكل مجاني، بحيث لو انت عجبك اي ماتيريال تقدر تضيفه في الفوفوريت او المفضلة بتاعتك، بحيث ان انت تقدر ترجع له في اي وقت من غير ما تحمله على الجهاز، وتقدر تحمله في الوقت اللي انت حابب ان انت تحمله فيه. وده كان الموقع الرابع، وتقدر ان انت تتعرف على اقسامه بالتفصيل. خامس موقع معانا في سلسلة المواقع ديت، بما اننا اتكلمنا عن كل المواقع الجامدة دي فبالتالي لازم يكون ختامها مسك زي ما بيقولوا، فاخر موقع معانا هو رقم 5، موقع mockupworld.com، وهو من المواقع اللي لا غنى عنها ليك كمصمم جرافيك، لان ببساطة جدا انت لما بتصمم تصميم بتكون عايز تعمل له ريفيو او تعمل له اخراج للعميل، بحيث ان هو يقدر يتعرف على شغلك، يقدر يشوف العظمة بتاعت شغلك. بالتالي مش هتلاقي افضل من انك تستخدم موك اب احترافي للديزاين بتاعك او للعمل بتاعك، بحيث ان هو يخرج للعميل ويقدر يفهم المنظور بتاعه. فبالتالي mockupworld.com هو موقع شهير جدا، بيقدم لك موك اب احترافي، وكل ده بشكل مجاني. خامس موقع معانا في السلسلة ديت هو موقع mockupworld، وهو من المواقع اللي انا ما بستغناش عنها، انه ببساطة جدا هو بيوفر لك مجموعة كبيرة جدا من الموك اب اللي بتقدر ان انت تعرض فيها الشغل بتاعك بشكل كبير وبشكل احترافي، وفي نفس الوقت كل الموك اب اللي بيوفرها لك بتكون مجانية. فبالتالي هو موقع لا غنى عنه لاي مصمم جرافيك، وليكن انا هنا هبتدي اكتب في محرك السيرش بتاعه، وليكن هبحث عن كان، وليكن انا بعمل تصميم لكنزي، ببتدي بقى ان انا بعد ما اعمل التصميم اخش احمل موك اب لعلبة كنزي زي دي. عايز تعمل موك اب عن تيشيرت، عايز تعمل موك اب عن كتيب، ايا كان اللي انت عايز تعمل عنه موك اب تقدر تبحث عنه، وهتلاحظ ان هو بيدي لك اي حاجة انت عايزها. نبتدي ان احنا نحمل موك اب نعرض عليها في الشغل بتاعنا، فبالتالي بالفعل بدأ ان هو يجيب لك كل الماتيريالز اللي انت تقدر تعرض عليها شغل من النوعية دي، فبتقدر ان انت تخش على اي موك اب انت عايزه. عندك بقى ماتيريالز كتير، تقدر ان انت تخش على اي موك اب انت عايزه، بيدي لك كامل التفاصيل بتاعته زي ما انت شايف، وتبتدي ان انت تدوس هنا كليك فري داونلود فبيحمل معاك، وهنا بيدي لك كل التفاصيل، الكواليتي بتاعه ايه، العرض والطول ونظام البروجكت ده. نفس الكيفية بقى اي ماتيريال تانية انت عايز تحمله في الموقع ده، بتعمل عنه سيرش وتاجي هنا تدوس داونلود. كمان بتقدر ان انت تعمل كرييت اكاونت على الموقع، بحيث ان انت لو عندك اي ماتيريال من دول مش عايز تحمله دلوقتي ولكن عايز تضيفه في مفضلة، او تضيفه في مكان تقدر ان انت ترجع له في اي وقت انت حابه، تقدر كمان ان انت تسجل في الموقع. وده كان الموقع الاخير او الموقع الخامس معانا، وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع حلقة النهاردة. اتمنى ان انت تكون طالع مستفيد، وفي نفس الوقت المواقع دي اضافت لك، وتكون في مواقع ما كنتش تعرفها قبل كده اتعرفت عليها بشكل عملي. كمان كل المواقع اللي انا استخدمتها النهارده هتلاقيها تحت في وصف الفيديو بالترتيب زي ما انا شرحتها، هتلاقي كل الروابط دي تحت في وصف الفيديو. اخيرا اتمنى ان انت تقول لي رايك تحت في التعليقات، بحيث
ان النوعيه دي من الحلقات اول مره نعملها، فقول لي اذا كنا نكمل في السلسله دي ونعملها سلسله على القناه او لا. بالتالي مهم جدا ان انا اعرف رايكم. اخيرا ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك، عايزين نكسر زرار اللايك دوت. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يصلك كل الاشعارات. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.